تقل. أول ظهور لرحمة رياض بعد وفاة طفلها، وجهت رسالة قاسية: ارحموا من في الأرض. رحمة رياض في أول ظهور بعد خسارة جنينها وجهت رسالة قاسية إلى هؤلاء، وما قالته مؤثر جداً. أقهر بروحي، روحي بروحي عليا من. نشرت الفنانة العراقية رحمة رياض على حسابها عبر إنستغرام صورة جديدة لها أرفقتها بتعليق عالي النبرة يبدو أنه موجه إلى أحد ما. وفي التفاصيل كتبت رحمة في تعليقها على الصورة: اللي ما يخاف من الله كل شي يسويه، يشيل غيبة، يحكي على أعراض الناس، يعيب على خلقة الله، يظن سوء بالناس. وتابعت: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ترى ربي يشوف داخلكم، أحسنوا النيات يا بشر. إلا أن رحمة عادت ومحت الصورة بعد دقائق من نشرها دون توضيح السبب الذي دفعها لفعل ذلك. غيابك أنا ساعدت رمل كل شوي. وكانت أخبار الفنانة قد تصدرت حديث المتابعين خلال الأيام الماضية بعدما كشف الإعلامي اللبناني إيلي مرعب في تغريدة على حسابه عبر تويتر أن رحمة خسرت جنينها الأول من زوجها ألكسندر علوم. وفي التفاصيل كتب إيلي: دعواتنا وصلواتنا للنجمة رحمة رياض وزوجها النجم ألكسندر علوم بعد خسارة رحمة طفلها، مضيفاً: نعم رحمة كانت حامل ولكن الطفل توفي، والآن رحمة خرجت من المستشفى في تركيا. والله بيسف أنا عليك تبطل حبيبي. وكانت قد شاركت رحمة رياض منشوراً مع متابعيها عبر إنستغرام مستخدمة خاصية القصص المصورة، منشوراً طمأنت فيه محبيها على صحتها. وكتبت رحمة في منشورها: حبايبي أعرف تسألون وقلقانين على اختفائي هالفترة، بس أني تعرضت لوعكة صحية جات صعبة والحمد لله هسا قاعدة أتحسن، ومن أصير زينة أطمنكم علي وتشوفوني. دعواتكم، شكرا على سؤالكم واهتمامكم، أحبكم هواية. وكانت قد لاحقت رحمة وزوجها ألكسندر في السابق العديد من الشائعات التي تخص حمل رحمة، حيث دائماً ما كانت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد أن الفنانة رحمة رياض حامل بطفلها الأول من العراقي ألكسندر علوم، ودائماً ما كانت تخرج لتنفي هذه الشائعات. ولطالما نفت الفنانة العراقية الشائعات المتداولة عبر بعض الحسابات مؤكدة أنها ليست حاملاً، والصور المنتشرة تظهر فيها ببطن منتفخ قليلاً بسبب الفستان الضيق، وعقبت على الأمر بأسلوب طريف إذ قالت: الفنانات بيطلع لهم كرش على فكرة، ومش شرط يكون الكرش بيبي.